مشاهدينا مرحبا بكم في حلقة جديدة من رياضة في دقيقة اللي غنتعرفوا فيها على مواعيد مباريات نهائيات كأس العالم 2030 ونهضة بركان والوداد يتعرفا على خصومهما في كأس الكاف وكذلك المنتخب الوطني اللي غيشارك في دوري دولي كوريا الجنوبية. الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن عن مواعيد مباريات نهائيات كأس العالم 2030 اللي غتحتضنها ثلاثة قارات لأول مرة في تاريخ البطولة. وكشف الموقع الرسمي للفيفا عن مواعيد المباريات الافتتاحية الأولى اللي غتلعب للأرجنتين والباراغواي والأوروغواي إلى جانب تواريخ باقي المباريات في المغرب وإسبانيا والبرتغال. وأكد الفيفا أن مراسيم الاحتفال بالذكرى المئوية والمباراة الأولى لمنتخب الأوروغواي في مونتي فيديو ومنتخب الأرجنتين والباراغواي على أرضهم غادي تكون نهار السبت 8 والأحد 9 يونيو 2030. كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف عن نتيجة قرعة دور المجموعات من مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية. وقعت قرعة الكاف نادي الوداد الرياضي في المجموعة الثانية من دور المجموعات عصبة الأبطال رفقة كل من زيمبا التنزاني وأسيك موموزا الإيفواري وغالاكسي البوتسواني. وبالنسبة لنهضة بركان تعرف على منافسيه في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعد القرعة اللي كانت بجوهانسبورغ جنوب إفريقيا البارح الجمعة، حيث ضمت الفريق البرتغالي إلى جانب الشياطين السود الكونغولي والملعب المالي وسيكوكوني يونايتد جنوب إفريقي في المجموعة الرابعة. ومشيو للمنتخب المغربي، كشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن مشاركة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة خلال فترة ممتدة ما بين 15 و10 أكتوبر الجاري في دور دولي في كوريا الجنوبية. وغيشهد الدوري المذكور مشاركة منتخبات الفيتنام وأوكرانيا وكوريا الجنوبية إضافة إلى المنتخب المغربي. وغيب دول أشبال الدوري بمواجهة نظيره الفيتنامي يوم الثلاثاء 10 أكتوبر وغتجمع مباراة أمام نظير الكوري الجنوبي يوم الخميس 12 أكتوبر. أما بالنسبة لأوكرانيا فغيلعبوا معها نهار الحد 15 أكتوبر. وحتى لهنا مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقة اليوم، نتلقاو في حلقة جديدة.